نولى من دواعي سروري أن أرحب بكم جميعاً في أعمال منتدى استثمر في السعودية. تعمل المملكة والكويت بيداً بيد. طبعاً المنتدى الاستثماري السعودي الكويتي هو منتدى تحت مظلة استثمر في السعودية. حضر المنتدى أكثر من 90 شركة كويتية وأيضاً بحضور أكثر من 33 شركة سعودية. طبعاً المنتدى كان الغرض منه هو عرض الفرص الاستثمارية للمستثمرين الكويتيين، وهذا مما طبعاً يزيد في التبادل الاستثماري والتجاري بين الدولتين الشقيقتين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت. اليوم السعودية تستقطب وأمانة تسهل جميع هذه للمستثمرين. أنا أعتقد راح تكون طبعاً هي أوريدي انطلقت، وأنا أعتقد هذا المنتدى عامل إيجابي لمزيد من الاستثمارات، مو بس حق من الكويت وغير الكويت، بس إحنا نعتقد إن هذا سوق مو واعد، سوق أكبر سوق في المنطقة، وإحنا فخورين بأن نكون مشاركين فيه. مبادرة استثمر في السعودية هي إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني، حيث تأتي هذه المبادرة في إطار تنمية العلاقات الاقتصادية للمملكة العربية السعودية وتعزيز استثماراتها مع الدول الأخرى، حيث نتواجد اليوم في منتدى الاستثمار السعودي الكويتي للبحث في الشراكات الاستثمارية بين البلدين بمشاركة العديد من الشركات الكويتية، حيث تم عقد اجتماعات ثنائية بين القطاع الحكومي والخاص لتكوين شراكات في العديد من القطاعات الاقتصادية ذات الأهمية للمملكة العربية السعودية ورؤيتها الطموحة.